مهم جدا من الناحيه الصحيه ومن الناحيه الجماليه. كنتفكروا الاقدام ديالنا ملي كيجي الفصل ديال الصيف، واي سيده كتبغي تهلا في الرجيلات وتلبس صنادل، فباش نتهلاو في الاقدام ديالنا ماشي فقط غير المساله جماليه وخصنا تبييض او لا توحيد اللون البشره ديال الاقدام، ولكن خصنا نعتنيو بهم لانه عندنا الظفار، عندنا الصباع، عندنا الجلد، عندنا البقع، عندنا الفطريات، واشياء كثيره اللي غادي نتكلموا فيها اليوم رفقه الدكتور عماد ميزاب، دكتور في الصيدلة ومختص في تداوي بالأعشاب ورئيس الهيئة المغربية للمواد الطبيعية. دكتور عماد ميزاب، شخبارك؟ صباح النور اختي لمياء. الحمد لله بخير وعلى خير. ملي كنصبحوا عليكم وكنصبحوا الأخوات، وكنتمنوا ان شاء الله اننا دائما نستفدوا مع بعضياتنا ان شاء الله. دكتور عماد، الأقدام مهمة جدا خصوصا عند المرأة وحتى عند الرجل، يعني كنقلبوا يمكن على الامور اللي هي جمالية اكثر ما كنتكلموا على الصحة. حنا اليوم غنجمعوا بيناتهم بجوج، ياك دكتور؟ اكيد ان شاء الله، ونشوفوا بعض الامور او نشوفوا بعض المشاكل اللي كيمكن انها تضرب الاقدام. ومسألة اخرى ان الاقدام بزاف ديال الاخوات ما كيعطيهمش اهتمام، وهما كما كنقولوا كيمكن يكونوا سبب في ظهور بزاف ديال المشاكل الصحيه. لان الاقدام اللي ما كانش عندهم واحد العنايه كامله. شنو هي العنايه الكامله؟ هو الترطيب، التنظيف، وكذلك الحفاظ على الاقدام ديالنا من يعني من ان تصاب يعني ببعض الامراض اللي كيمكن تكون اصابات بحال الفطريات، بحال بعض الامراض الفيروسيه، بحال الكزيما كذلك اللي كتكون عندها علاقه سواء اننا كنكونوا على اتصال مباشر ببعض المواد ديال التنظيف، او كنكونوا على اتصال مباشر بواحد النوع ديال الميكا اللي كيكون مثلا فاش كنكونوا الانسان كيبغي يتوضا ولا مثلا كيبغي يستعملها في كيبغي يقيس الماء، خصنا حتى ديك الميكا اللي كنكونوا كنلبسوا في رجلينا، ديك الصنداله خصنا نراعيو انها تكون كتكون فيها مواصفات عالميه وديال السلامه الصحيه. لان مع الاسف كاين بعض التركيبات ديال هاد الاحذيه هذه ديال الميكا، ولكن بعض الاحذيه اللي كتصيب من واحد النوع ديال البوليستر اللي كيشبه الجلد، وهذه هي اللي كيمكن تعطينا واحد الاعراض جانبيه خطيره للصحه ديالنا. علاش؟ لان الخلايا ديالنا ما كتستحملش هاد المواد اللي كتكون فيها. يعني هاد المواد ممكن تعطينا اكزيما او ممكن تعطينا امراض جلديه. نعم، خطيره. بالفعل حنا كنشوفوا دابا اليوم مثلا غير صنادله الميكا اللي كيتباعوا، حنا ما عرفناش المعايير ديال الجوده واش كيحترموها ولا ما كيحترموهاش. الاحذيه ايضا. نعم. ناهيك على انه بعض الخطرات هذيك قيس من صباط لصباط، كارثه انه ياخذ بعض الامراض الفطريه اللي كتكون بعض الخطرات تصيبو وكتعطي التهابات على مستوى الاصابع. نعم، وهذا نداء للناس مثلا فهمي كيمشي يبغيو ياخذوا الاحذيه ديالهم، لا باس اننا نديروا واحد دائما يكون عندنا واحد الجورب، يعني دوك اللي كنلبسوهم دوك لي شوسيت، انهم يكونوا نقيين، يكونوا جداد، وهما اللي نقيسوا بهم باش نحافظوا على السلامه ديالنا والسلامه ديال الغير. لان مثلا كتلقى حتى في البلايص مثلا اللي كيقيسوا فيها الاحذيه كتلقى الناس كتجي كدير الارجل ديالها مباشره تما، ومن بعد هذاك الحذاء الا ما تباعش راه كيمشي، ولكن راه كتبقى فيها الفطريات مثلا. هذه معروفه عندنا احنا بزاف، يعني عند الدراري بزاف. مثلا ملي كتكون واحد المباراه ديال كره القدم ولا كيكون واحد اللاعب كيجي كيتسلفوا لي زيسبادغي ما بيناتهم، وهذا كتكون واحد الظاهره كارثيه. علاش؟ لان كاين تنقل ديال الفطريات والتنقل ديال التعفنات. والمشكل هو ان مثلا كتلقى الانسان في بعض الحالات ما كيعاني حتى شي حاجه، وعلاش؟ لان كتلقى هو المناعه ديالو قويه كتصدى لهذوك الفطريات اللي كتكون، ولكن مباشره غير بداك التعرق كدوز لواحد الانسان اخر كيعاود يلبس من موراه شي حاجه، كتلقى عنده المناعه هابطه. كشنو كيوقع واحد التكاثر رهيب ديال هذاك الفطريات اللي كتكون. فلهذا الانسان دائما يلتزم باحذيه ديالو خاصه به، خاصه هاد الامور هذه اللي كتكون عندها علاقه بالتعرق، والحفاظ على النظافه ديال الارجل. يعني الرجلين ديالنا ضروري الانسان خصو يغسلهم. وحنا الحمد لله حنا في ثقافتنا والحمد لله في ديننا ان الانسان على الاقل راه كيغسل رجليه 5 ديال المرات في اليوم. هذه من الشيم الجميله ومن الحمد لله من الكرامات اللي عطانا الله سبحانه وتعالى. واهم حاجه ان مور ما كنقيسوا رجلينا بالماء خصهم يتنشفوا مزيان، لان بزاف ديال الناس كيديروا هذا الغلط، كينشفوش الرجلين ديالهم، وخاصه منطقه بين الاصابع. لان عاوتاني كاين واحد الناس اللي عندهم منطقه بين الاصابع كتكون ضيقه شويه،
وما كيكونش التنظيف ديالها سهل. اذا لا باس اننا من نظفوا الارجل ديالنا نمسحوا ديك المنطقه اللي كتكون ما بين الاصابع، وهذيك مساله مهمه جدا باش ما كتعطيناش واحد التكون ديال الفطريات. نعم. طيب دكتور عماد، تكلمتي على ما بين الصبع، مهم اننا نمسحوا، مهم اننا ننظفوا مزيان الظفار. كنعرفوا بانه الفطريات الا مشات قاست لينا الظفار، المده ديال العلاج اصلا كتكون طويله باش اننا نتخلصوا من هذه الفطريات. وكنتهاونوا في علاج الفطريات دكتور، كتبان لنا واحد نقطه صفراء صغيره ولا واحد البقعه، ما كنقولوا ماشي على ود غنمشي عند الطبيب وغادي ندير تشخيص. نعم. فشوف الاظافر من 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 من, من يعني من الامور الاساسيه حتى هما اللي كتدخل في النظافه، لان الا ما كانش واحد التنظيف دائم ديال الاظافر كيكون سهل ان الفطريات يعني تعيش فيها. وخاصه ان الناس مثلا اللي كتكون عندهم المناعه هابطه، الناس اللي كيكونوا كيعانيوا من واحد كما كنقولوا حنا واحد النقص في الكالسيوم، واحد النقص في الفيتامين دي، كيكون عندهم هاد المشكل هذا. فالاظافر حتى هما كيخصنا كما كنديروا التنظيف ديال القدمين نديروا التنظيف ديال الاظافر، ولا باس ان الانسان دائما يحاول ولو مره في اليوم يحاول يغسل الاظافر ديالو بواحد الماده مطهره، مثلا واحد الصابون ولا هذيك، باش كتبقى دائما كتحافظ عليها من هاد المشكل هذا. وفي الغالب ديال الاحيان هاد الاصابه بهاد المشكل هذا كيكون كما قلنا في تبادل الاحذيه. الاصابه في هاد المشكل كيكون في مثلا بالنسبه للاخوات، بالنسبه للنساء ملي كيمشيو لبعض المراكز ديال العنايه يعني بالاظافر وبالاقدام، كيمكن انهم يستعملوا بعض الادوات اللي ما كتكونش معقمه، وهنا كيمكن تنتقل هذه المشكله ديال العدوى. اذا حنا ما كنعموش، ولكن كاين بعض الله يهديهم بعض الاماكن او بعض الصالونات اللي كيديروا هذه المساله هذه، اللي كما كنقولوا حنا ما كيلتزموش بشروط الصحه، وما كيلتزموش بالشروط ديال السلامه ديال داك الكليون ولا الكليونت اللي كتجي عندهم. نعم. طيب بغيت نتكلموا ايضا دكتور عماد على المشكل ديال الحروشية أولا التشققات. بعد خطرات ديك الحروشية والقصوحية ديال القدم لتحت كتوصل حتى لدرجة ديال التشققات، وكاين بعض الناس اللي كتلقى تبارك الله رجليهم رطب. يعني هنا فين كاين المشكل دكتور عماد؟ واش في الأحذية اللي كنستعملوا، واش واحد كيرطب ولا واحد ما كيرطبش، أولا المسألة راه حنا هكذاك ربي خلق كل واحد والخصوصية عنده في ذاته كي دايرة، أولا الخاصية ديال الصحة ديالو كيف دايرة؟ هو ماشي مسألة هكاك، هو مسألة كما قلنا إلا ما كانش دابا نشرح لك. إلا كان الإنسان ما كيديرش كما قلنا حنا ديك واحد العادات يومية ديال النظافة، دابا خاصة الأقدام، لأن يعني كاين بعض الناس اللي كيفقدوا الماء، كتلقى البشرة ديالهم ما فيهاش الماء، كتلقى البشرة شاحبة، كتلقى البشرة ناشفة، فإلا ما كانش الماء في الذات راه ما كيكونش حتى في الأقدام. وكذلك ملي كيكون عندنا واحد الأحذية اللي كتكون قاصحة، أن كل اليوم غدا بعد غدا كنكونوا كنبركوا على ديك البشرة اللي هي في الغالب كيخصها تكون واحد البشرة اللي هي رطبة، فشكون كيوقع كتقصح، يعني كتحجر وكتقصح وكيولي فيها هذا المشكل هذا. كاين مساله اخرى عاوتاني، حتى الفطريات كتعطي هذا المشكل، البكتيريا حتى هي كتعطي هذا المشكل هذا اللي كتعطي هذه التشققات. والغالب الاحيان انهم كما قلنا ما كنكونوش كنعطي واحد الترطيب كامل. اذا الاخوات اللي كيكونوا عندهم عارفين كيعانيوا من هذا المشكل هذا، كيخص مباشره او كيخص كل نهار على الاقل في الليل الانسان يغسل الاقدام ديالو ويرطب، دير الترطيب. علاش؟ باش كترجع داك الماء اللي تفقد من هذيك المنطقه ومن الاقدام، ولكن هذا الترطيب مستمر، فمع مر هذه البشره هذه كتاثر. علاش؟ لان ملي كيتفقد الماء بزاف كتولي البشره خاويه، كتولي سهله التمزق. في الاول كيكونوا تمزقات مجهريه ما كيبانوش، ولكن مع الوقت كيبقاو غاديين 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 حتى كيولي عندنا هذوك الشراطي وكيولي عندنا هذا المشكل هذا. فلهذا كيخص الانسان يتجنب هذه المساله هذه. نعم. طيب اذكر بالرقم للتواصل وطرح الاسئله ديالك لاله، الا كتعاني من مشكل على مستوى القدم ديالك، هذا مشكل صحي او لا جمالي، يعني كتبان لك بانه الرجل ديالك قاصحه كارمه حرشه اولا، يعني اللون ديالها ما تيعجبكش بزاف، عندك مشكل ديال الفطريات اولا ديال التشققات اولا ديال الاكزيما. حنا هنا باش نجاوبوا على كل اسئلتكم 0522 77 24 24، عبر الفيسبوك راديو اصوات باج اوفيسيال، ممكن انكم تخليوا الاسئله ديالكم في التعاليق وغادي نجاوبوا عليها ان شاء الله تعالى، وغادي نبداوها بزهره.
زهرة عندها المشكل ديال مسمار الكفة دكتور عماد ياك كتقول لك اسيدي خرج ليا خرجوا ليا ثلاثة صغار في رجلي ما عرفتش مناش واش معدي او لا فهو ماشي معدي ماشي معدي هو خاصة تستعمل واحد النوع ديال اللصقات اللي كيكونوا في الصيدلية اللي خاصين بسمار الكيف راه هما كيعرفوهم وباش ندير واحد كما كنقولوا حنا المساعدة العلاجية الطبيعية غادي ناخذوا يعني تغسل الأقدام ديالها مزيان بالماء السخون ومن الأحسن تكون الصابونة ديال الحجرة تنشفهم مزيان وغدير هذه الكريم هذه فهذه ليها وجميع الاخوات والاخوان كذلك اللي كيسمعوا لنا لان العديد من الناس كتعاني من هذا المشكل هذا غادي نديروا فيها معلقه كبيره ديال زيت البرتقال وغنديروا فيها معلقه كبيره ديال زيت الزعتر واربعه ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي خلطوا هذه المكونات هذو كاملين مزيان يعني بعد ما كنغسلوا رجلينا بالماء الساخن مزيان وكنشفوهم كندهنوا كمساج في يعني في هذه الاماكن هذو اللي كيكون عندنا فيهم مسمار الكيف وكنداوموا عليه يعني كنداوموا عليه مده طويله حتى كنتخلصوا من هذا المشكل هذا. خوله كتقول لك واش استخدام الفازلين لترطيب القدمين ما فيهاش مشكل؟ الفازلين ماشي مشكل غير هو الانسان ما يغطيهاش بحال دابا الا بغينا نستعملوا الفازلين ونستعملوا الفازلين الطبيه. نردوا البلد المساله هذه وانا دائما كنقول ان الفازلين الانسان من الاحسن ياخذها في الصيدليات او شبه الصيدليات خاصه ملي كيكون المشكل ديال التشققات والعلاج لان كاين الفازلين اللي هي كتكون صناعيه ما كتكونش بيوريفيه ما كتكونش كما كنقولوا حنايا داك التكرير ديالها ما كيكونش كامل بحال دابا اللي كتستعمل في عند الميكانيسيانات وكتستعمل فلهذا نحاولوا ان ناخذوها طبيه. الفازلين كماده دكتور عماد؟ نعم الفازلين كماده هي من المكررات ديال البترول فوالا كتجيب البترول يعني بحالها هي راه كما كنقولوا حنايا بنت خالة الزيت اللي كنديروا في الموتور يعني ديال الطوموبيل وهذه المكونات الاخرى سيت اون ماتيغ سانتيتيك ولكن ملي كتصفى مزيان وكتخاد منها غير واحد الماده اساسيه ديالها فهي كتستعمل في هذه الامور هي اللي عندك هي ولا لانولين حتى هي اللي كتستعمل في صناعه المرهمات ولكن دائما كيكون واحد المعيار كيكون واحد القياس او واحد المعيار اللي كيدار باش ما كتاثرش على الصحه لان علاش قلت انا الفازلين حيت كاين بعض الانواع الفازلين اللي رخاص وكيكونوا صناعيين هادو لا قدر الله يمكن يسبوا سرطانات. طيب اميره كتقول لك الدكتور عماد رجلي من رجلي تينشفوا ليه بزاف من التحت كيتقشروا كيكونوا قاصحين حتى كيدهن بالفازلين عاد كيرطابوا ليه شويه. نعم فهاد الاخ ديالنا خصو يكتف يدير تكتيف ديال الطبيب دابا في الصباح لانه بحكم العمل غادي يكون كيتحرك يعني طيله اليوم فيحاول انه تاخذ ليه زبده الكاريتي ولي دهنها في الصباح زبده الكاريتي اللي دهنها على رجليه ورطب بها في الصباح ما غادير له حتى شي حاجه بالعكس غتعطيه واحد الحيويه وما تاثرش عليه ولكن في الليل من يغسل رجليه وداك الشيء يستعمل الفازلين. طيب وهنا كنشيروا للمساله اللي واحد المساله اللي هي مغلوطه ومنتشره بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي نقولوا حنا من نهار بدات الانترنت وهي كتكون هذه الوصفه هذه هو ان كنديروا الفازلين وكنديروا ميكا يعني كنخشيوها وكنسدوا عليها في ميكا قالك وتقاشر وكنزيدوا عليها الشمع وما عرفت شنو كيزيدوا على اخر في المكونات فهذه مساله مغلوطه. الفازلين اصلا ملي كنديروها راه كتسد لينا المسام باش يعرفوا الناس ان الا خدينا واحد الوليد واحد البنيته ولا وليد يعني تربيه صغيره ودهناها كامله بالفازلين وخليناها ليله لا قدر الله كيمكن توفى علاش لانك تسد المسام كاملين ديال البشره لهالدرجه فباش كنوريهم الخطوره ديالها اذا الفازلين ما تكثروش منها راه ماشي بقات في الكميه بقات غير في الدهن ديالها يعني غير شويه ديال الفازلين يعني الراس ديال الصبيع ديالنا وكندهنوا بها فهي كتعطينا هاد الفائده ديال التطليب. لبنى معنا من قلعه استراغنا اهلا وسهلا لبنى. الو مرحبا بك على اصوات ديرتي بخير الله يبارك فيك لبنى مرحبا بارك الله فيك الله يحفظك اختي من نهضر مع الدكتور عماد. مرحبا اختي السلام عليكم. تنفع ليا عرفتي مرتبكة. لا مرحبا ماشي مشكل. بارك الله فيك رجليا في ما عرفتش شكون ولا شنو انا لون البشرة ديالي بيضاء وما كحلين بزاف ومتر كان بقى فيا داك الكلف ما عرفتش شنو ندير اليوم. يعني الكلف رجليك. نعم واش ما تخواتش عليك شي حاجة ما تحرقتيش فيهم؟ لا لا نعم واخا غادي نديروا هذه الوصفه هذه غادي ناخذوا معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مطحون
وناخذ 3 ديال المعالق كبار ديال الصابون البلدي، معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، نخلطوا هادشي كامل وغتولي دهني به الرجل ديالك. يعني كاع الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال البقع ديال في الاقدام وفي الرجلين، كيتدهن كامل الرجل وكتبقى مده ديال نصف ساعه نخليوها فيها. هادشي غير بالنسبه للارجل ماشي للجسم، غير الرجلين، وخاصه الناس اللي كيعانيوا من هذا المشكل، واحد نصف ساعه تقريبا بحال هكاك. ومن بعد كنغسلوا هذيك المنطقه وكنحاولوا اننا ندير واحد القماش لهذه المنطقه هذه، ونداوموا عليها غير جوج المرات في الاسبوع، لان هي مجهده هذه الوصفه هذه، ونداوموا عليها جوج المرات في الاسبوع، نبقاو مداومين على هذه الوصفه ان شاء الله حتى ما يبقاش عندنا هذا المشكل. طيب وهذا هذه وصفه اللي ممكن نستعملوها حتى لليدين، لان انا السؤال ديال اخت الاء اللي قالت لي عندي بقع قهوين في اليدين ديالي، تستعمل هذه الوصفه؟ لا، فهذه غير الاقدام، لان قاصحه شويه فيها الصابون البلدي. ولكن الا بغينا نديروا اليدين مثلا وبغينا نديروا الوجه، غنديروا هذه الوصفه بسيطه. ناخذ غير معلقه كبيره ديال زيت السلميه ومعلقه كبيره ديال زيت الحبه السوداء. زيت السلميه والحبه السوداء معلقه نخلطوهم وشويه منهم كنديروا بهم مساج في الصباح وفي الليل لانها ما كتسمرش، ونداوموا عليها. طيب نواصلوا معك دكتور عماد ميزا من بعد هذا الفاصل، خليكم هكا. لالا مرحبا بك، يلاه التحقتي بنا. موضوعنا العنايه بالاقدام، سواء الشق الصحي المتعلق بعض الامراض اللي كتصيب مثلا الاظافر، او لا كتكون على مستوى الجلد، او لا الامور اللي هي جماليه. احنا هنا لالا باش نجاوب على كل الاسئله ديالك مع دكتور حماد ميزاب، دكتور في الصيدله ومختص في التداوي بالاعشاب ورئيس الهيئه المغربيه للمواد الطبيعيه. فمرحبا بكم معنا 0522 77 24 24، رقمنا المباشر عبر الفيسبوك، خليوا الاسئله ديالكم في تعليق راديو اصوات باج اوفيسيال. وحده من بين الوصفات اللي كتستعملوها السيدات مرات كثيره دكتور عماد ودارجه في مواقع التواصل الاجتماعي، الخل. بغيتي رجليك يرطابو كترقدهم في الخل، وهذاك الخل كدير معاه الملحه او كدير معاه البيكربونات او كدير معاه الصابون البلدي باش كيعطينا التبييض. الهدف من استعمال الخل هو التبييض، ومن بعد كدهن رجليك بالفازلين او لا باي مرطب وكتبيتهم هكذاك مغلفين في البلاستيك ليله كامله. هادشي واش ممكن يعطينا اكزيما ولا مزيان؟ هادشي يمكن انه كما كنقولوا حنا راه وصلنا لما تسمى بلا باناغي، يعني راه الرجل غادي تولي كتكال وتولي كتفرتس. ان هاد المواد هذه واحد المواد خطيره، والمسام ما خلقهم الله الا باش يكون التنفس ديال الاقدام ديالنا والتنفس ديال البشره ديال الاقدام ديالنا. مشينا حتى درنا لهم هذاك البلاستيك اللي هو اصلا هو واحد الماده كما كنقولوا حنايا ليست بماده طبيعيه، فكيمكن تعطينا اضرار كبيره. هاد الامور هذه ديال هاد العلاجات بحال هكا ديال كدير واحد الدهن على المستوى ديال الارجل وكتغلفوا، فهادي كاينين في ثقافات اخرى، ولكن ثقافات اخرى اللي كتستعمل مواد نباتيه بحال دابا اوراق الاشجار، او كتستعمل بعض الاتواب اللي كتكون مصنوعه من الخيوط ديال بعض النباتات، والمرهمات كيداروا مرهمات طبيعيه، ولكن هادشي كاينه في الثقافات التايلانديه، الثقافات الصينيه، الثقافات في ماليزيا كذلك، فهادو كيكونوا كيديروا بعض العلاجات هكا. ولكن باش نجيو نديروا هكاك واحد البلاستيك اللي هو عباره على واحد المكون كيميائي خطير اللي خص الانسان دائما ياخذ الحيطه والحذر، فكيمكن تعطينا مضاعفات، ولا قدر الله راه تقدر تعطينا سرطانات، خاصه الناس اللي كيكونوا مؤهلين للسرطان. لان يعني كاين واحد المجموعه ديال الناس اللي كيكون عندهم السرطان وراثي في العائله ديالهم، فالجينات كيكونوا غير كيتساروا، كنقولوا كما كنقولوا حنا بالعاميه، واخا هي حنا ما كنضحكوش، ولكن غير باش نحاولوا اننا نبسطوا شويه الفكره. انها كتكون على سبه، يعني اي حاجه كتكون مسببه للسرطان كيمكن تلتقطها هذوك الجينات السرطانيه لا قدر الله، وكيولي عندنا خطر في الذات. خاصه وهذا الشيء راه الحمد لله ولا واحد الوعي كبير، يعني الانسان من خلال الدراسات ومن خلال يعني الثقافات او من خلال الابحاث، فكنعرفوا ان الرجل هي الاساس في الاتصال في الذات كامله. فهذه خصنا نردوا لها البال، يعني اي انتهاء ديال اي حاجه في الذات ديالنا، او اي عصب او اي رساله في الداس ديالنا كتنتهي في الرجل، يعني الرجل الا ما درنالهاش واحد العنايه كامله وحافظنا عليها راه كتاثر لينا على الداس ديالنا. طيب ناخذ نعيمه معنا من الدار البيضاء. مرحبا بك نعيمه على اصوات.
السلام عليكم لالا. لاباس عليك كلشي مزيان؟ الحمد لله الله يطول عمرك لالا. مرحبا لالا نعيمه، تفضلي شنو سؤالك؟ سؤالي عندي دي شامبينيون في الدخل تاع الصبع الكبير تاع الرجل. اييه. واخا لي تريتمون ميديكو ما عطاش واحد النتيجه. كتعاني من شي مرض؟ عندك داء السكري؟ لا. عندي الكوليسترول. كوليسترول، نعم. وهاد الفطريات هادو شنو واش كتاخذي خديتي الدواء عليهم داك اللي كيتخاد مره في الاسبوع؟ خديت الدواء تاع مره في الاسبوع، خديته على جوج طرات، خديته وما داليش نتيجه. عاوتاني مشيت عند طبيبه الجلد، عاوتاني خديته ما عطاش نتيجه، تناخذو وميم طون تعطيني داك بحال فيرني اللي كان ديرو. عرفتو يعني نقول هذاك، وخصني شاك مره في السيمانه نعم نطوي الدخار ونقطعو ونجرو داكشي، وليني ما عطاش شي نتيجه، وتنعاني منو تقريبا 18 سنين. نعم واخا نعم واخا قول لي سميتو هاد الفطريات متموضعين غير في الاظافر، ما كاينش شي بلاصه اخرى؟ لا عندي غير واحد الدخان تاع الصبال الكبير وواحد صغير. نعم درتي التحاليل ديال فيتامين دي الكالسيوم؟ لا مزيان 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 ايوا الحمد لله، هذا هو الاساس. هذا هو الاساس. اذا هنا واخا ندير واحد الوصفه، غادي ناخذوها وصفه باش تكون وصفه شامله لكل جميع الاخوات اللي كيسمعوا لينا، مضاده للطفيليات او الفطريات اللي كتكون عندنا في الاظافر، وحتى الفطريات اللي كتكون ما بين الاصابع. ف جوستومون عندي بين الصبع الصغير تما ما كيبغاش واخا ندير لولي ديال البومادار وداك الشيء تيبقى ديما مريض. لا فوالا، لان هذا هو الاساس، لان هذوك الفطريات كيكونوا كيبانوا يا اما في الاظافر اللي كيكونوا خفاف ساهلين، وكيكونوا في يعني ما بين الاصابع. خاصه علاش الاظافر كيبانوا فيهم دغيا؟ لان الاظافر خصكم تعرفوا ان التكون ديال الاظافر راه فيهم الكولاجين زائد الماء. إذن هذا الشيء علاش كيكونوا خفاف ورهاف بحال هكاك، وداك الماء هذاك هو اللي كتكون كتغدى عليه هذه الفطريات هذه. ما علينا، واخا غادي ناخذ هذه الوصفه، نعاود نذكر وصفه لفطريات الاظافر وبين الاصابع وفطريات الاقدام كذلك والارجل. فغادي ناخذ معلقه صغيره ديال زيت الكبريت، زيت الكبريت اللي غناخذوها في الصيدليات او شبه الصيدليات، ما نديروهاش بيدينا. معلقه صغيره زيت الكبريت، معلقه كبيره ديال زيت الزعتر، ومعلقه كبيره ديال زيت الخزامه. غنخلطوهم كاملين مع 6 ديال المعالق كبار ديال زبدة الكاريتي. تخلط هذا الخليط هذا كامل في حمام مريم تيتخلط مزيان. الكاريتي زبدة الكاريتي بيغ دو شيا وزبدة الكاريتي. مرحبا اختي. إذا غنخلطوا هذه المكونات في حمام مريم تيتخلطوا مزيان، هذا الخليط اللي كنحصلوا عليه كنخليوه يبرد، من بعد كنوليو كندهنوا به الأظافر ديالنا، نغسلوا بعدا مزيان بالصابونة ديال الحجرة والماء سخون، ونحاولوا ندوزوا نشفوا مزيان ما بين الأظافر، يعني الأظافر ديالنا وما بين الصبعان ديالنا، تنشف الرجل كاملة، عاد من بعد كندهنوا على الرجل كاملة هاد الكريمه، ونحاولوا اننا ندير واحد المساج بسيط ما بين الاصبع ديالنا والاظافر، وهذا الشيء باللي نخليوها تنشف شويه ونعسوا بها عاوتاني في الصباح، وهذه العمليه نديروها كل ليله. مساله اخرى اللي خصنا نهضروا عليها هو داك الاحذيه اللي كتلبسوا، الاحذيه اللي كيتلبسوا ضروري كنمشيو لافارماسي وكناخذوا لا الكول، ولا كناخذوا بعض المعقم اللي كيكون سواء كار الشاشه او غير لا الكول، كنحاولوا ندوزوا على الحذاء ديالنا او هذاك الشيء اللي كنلبسوه، ولو تكون صنداره غير ديال الدار يعني كنستعملوها في الدار، ضروري اننا في الليل نمسحوها بالالكول. علاش؟ لان كيبقى فيها هذاك البيض ديال هاد الفطريات هذه. طيب واضحه الفكره عندك نعيمه؟ ماشي وراثي هذا المرض. لا ما عنده علاقه بالوراثه. لا حقاش كان في الام تاعي الله يرحمها وخوتي. لا يقدر يكون، تقدر تكون الجينات، ولكن الجينات الوراثيه ما لا ما كنلبسوش زعما ما كاينش حتى كيحل الصباط ديجا عندنا هذاك الوقت كيحل. لا راه غير لبستي انت وما وعالجتي وما عاودتيش عاوتاني نظفتي راه غادي يدير لك المشكل. الا ما دهنتيش بالالكول في الليل غادي يبقى دائما كيتكاثر. فهمتي؟ بحال قلتي كيخلي البيض ديالو تما، غير كتحط رجليك كتعاود يهز هذاك المشكل. صافي. عافاك كي جات على خاطرك دكتور قبيله عطيتي واحد الوصفه تاع مسمار كيف ما سمعتهاش، ما سمعتها الزعتر والزيت تاع الليمون معلقه كبيره ديال زيت البرتقال، معلقه كبيره ديال زيت الزعتر، وغادي نزيدوا ليها 5 ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي، نخلطهم في حمام مريم ونخليهم يبردوا ان شاء الله ونستعملهم ان شاء الله. مرحبا مرحبا نعيمه. مرحبا الوالدين بارك الله فيك. ناخذ فاطمه معنا من مدينه الدار البيضاء. السلام عليكم فاطمه. الو السلام. مرحبا بك. دايره لاباس؟ الله يكبر بك فاطمه، تفضلي شنو سؤالك للدكتور؟ لا عندي انا شريت واحد الصنداله ديال البلاستيك وهي كاليتي ديال الصبع
الطور الماركة ديال الطور ومني كنلبسها كتصلح ليا رجليا بزاف ما ماركة مزيانة كتقصى لك رجلك من التحت القدام وهاد البلاصة اللي حدا الصباع الكبير عليك بالترطيب عليك بالترطيب وتاخدي معلقة كبيرة ديال زيت اللوز الحلو تخلطيها بستة ديال المعالق كبار ديال زبدة الكاريتي يتخلطوا مزيان في حمام مريم وخليهم يبردوا وبدي دائما دهني بديك الكريم في الصباح وفي الليل صافي زعما ديك الصنداله زعما جيد ايوا انا ماشي صانعه انا باش نقول لك باش نعطيك انا واش انا ماشي خراز ولا كنصايب هذا الشيء ديال الاحذيه انا دكتور في الصيدله مي ولكن ما هذا الشيء يعني شوف هو كاين كل واحد وشنو كيوالمو فهمتيني ولا رجع عندهم مرجع عندهم قول لهم اودي علاش هذا الشيء قاصح والله شريت ب 5000 ريال اي والله ودابا شوف فاطمه احنا كيف ما قالك دكتور عماد كاينين شي حوايج ما نقدروش اننا نعرفوهم ولكن على اي الميكا بشكل عام والمواد البلاستيكيه كلها زعما ما مزياناش حنا كنعرفوا الصحه البلاستيك وخصنا نتعاملوا معاه بحذر نردوا البال طيب دكتور عماد باش نختموا معاك وصفه لترطيب يعني القدم وتكون رطبه وتكون زوينه في المنظر مرحبا فنحاولوا واخا نديروا شي وصفه اللي تكون فيها شي ريحه زوينه اذا غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال زيت الورد ياك غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال زيت الورد وناخذوا معلقه صغيره ديال زيت الريحان ونضيفوا لها 5 ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي نخلطوا هاد المكونات كاملين في حمام مريم نخليوها تبرد هاد الكريم وهاد الكريم هادي هادي باش زوينه يمكن ندهنوها حتى 3 المرات في اليوم طيب فوق ما ارتاحينا حسينا بالرجيلات ديالنا نشفوا له هذيك ندهنوا هذا الكريم هذه في الصباح والمهم كما قلنا حتى 3 المرات في اليوم ونداوموا نعاودوا نصيبوها وما نقطعوهاش طيله العام فهي منها ترطيب منها ترميم ومنها كتبقى محافظ لنا على ديك المرونه ديال الاقدام ديالنا شكرا لك دكتور عماد ميزاب للتواصل معك فعلى الصفحه الرسميه ديالي فيسبوك جرين فار رقم يعني 06 61 28 99 78 او على الانستغرام dr.imadmisabs ومرحبا بجميع الاسئله ديال الاخ اواس الله يخليك ونتلاقاو ان شاء الله كالعاده الاسبوع المقبل فاصل موسيقى